مستمرين مع حضراتكم كابتن محمود ابو الدهب نجم البريمو الدائم معانا النهارده وعوده حميده بعد العيد طبعا وجلسه العيد. كابتن ابو الدهب كل سنه طيب وعوده حميده حبيبي. انت طيب يا فاروق. انا بقول لك كل سنه طيب والساده المشاهدين كلهم بخير حبيبي. اكلت لحمه كتير كتير باين عليك. لا طبعا نار يا كابتن. طيب خلينا واحنا كده في العيد خلال دوره الالعاب الاولمبيه ومنتخبنا الوطني لكرة القدم احنا هنتكلم في الكورة كابتن، لكن طبعا احنا متابعين كل الالعاب، طبعا تشجيعنا للالعاب الفردية او الجماعية موجود، لكن كرة القدم انا هكلم فيها منتخبنا الاولمبي واولى مبارياته امام اسبانيا والتعادل سلبي 0-0. بتشوف هذه النتيجة في ظل النتيجة الاخرى في نفس المجموعة الارجنتين واستراليا وفوز استراليا على الارجنتين 2-0 ويعتبر مفاجأة. لا يا مش لا الكره عامه بشكل عام لا انت بتتكلم في كره ان انت استراليا كسبت الارجنتين فدي تعتبر مفاجاه. لا منتخب استراليا منتخب جامد يا فاروق منتخب بس قوي. بس البعض يا كابتن واحنا كنا قاعدين وبنحلل وفرص منتخبنا كنا ما بنجيبش سيره استراليا خالص. ما انت يعني ايه بنتكلم هنعدي ازاي من اول ماتشين وكنا دايما نقول ايه الترتيب الافضل كان استراليا هو الاول. ما انت خلي بالك كمان يا فاروق احنا برضو اتكلمنا على بطوله اوروبا كنا بنقول بلجيكا وبنقول فرنسا وبنقول اسبانيا وبنقول البرتغال عشان احنا بنروح للاسماء، لكن احنا بنتكلم على الاداء في الملعب. لا استراليا بتادي بشكل قوي جدا، عملت مباراه نتيجه كويسه جدا قدام الارجنتين. احنا كمان يمكن احنا لعبنا مباراه جامده، لكن عايز اقول لك يا فاروق الثقافه اتغيرت في العالم كله ان انت بتلعب على الفوز. احنا مش هنقعد ندافع 90 دقيقه. انت بتلعب منتخب اسبانيا وبتلعب مع منتخب بطل العالم، يمكن في 6 أو 7 بيلعبوا في المنتخب الاول الاسباني وكلهم من ريال مدريد وبرشلونه، لكن انت برضو من الفرق، انت فرقه عندك فرقه قويه، عندك لعيبه جامده، عندك النهارده احنا بنتكلم النهارده نتكلم على رمضان صبحي، بنتكلم على صلاح محسن، على طاهر محمد طاهر، على امام عاشور، على اكرم توفيق. عندك منتخب قوي النهارده، انت واخد محمد الشناوي كمان وعندك حجازي وعندك الونش. وعلى فكره يمكن انا كنت معاك في قبل كده قلت لك الونش من الركائز الاساسيه مع الكابتن شوقي غريب لانه راجل عاوز يدافع. وعلى فكره منتخب استراليا من الفرق اللي بتعتمد على الكور الطويله فاروق بيلعب من القلب. هو برضه ما فيش دفاع طول الوقت يا كابتن، ما هو دفاع طول الوقت عايزك تكسب يخليك انت هتستقبل هدف هتستقبل هدف. لا ما انت هتقعد تدافع طول الوقت لازم هتخش في الجون وبعدين بتستنى لما يجي في الجون وبعدين تفتح. طب ما تلعب من الاول النهارده لازم اضغط من البدايه ولازم يكون عندي الجرأه ان انا العب اي فريق. انا بقول لك انا عندك على فكره بعد 3-4 سنين المنتخب الاولمبي ده منتخب اول ولاعيبه كويسه جدا وكلهم بيلعبوا نجوم في الدوري الممتاز، يعني ما فيش حد في يوم قليل. لا المنتخب قوي ومنتخب معاه لعيبه كويسه جدا، لكن الكابتن شوقي غريب كمان عنده خبرات. انا عاوز مش عاوز اخاف، فانت النهارده في مدربين كتير جدا بتخاف يا فاروق فده غلط. لا يعني انت شايف مثلا الاداء الخاص بمنتخبنا الوطني كان جيد في الجزء الدفاعي وليس في الجزء الهجومي؟ لا في الجزء الدفاعي انت بتدافع بس، يعني انت بتلعب على ان انت ما تخسرش قدام. طب ما انا هيجي في الجون وهتبتدي بعد كده تحارب عشان تتعادل وتكسب. خلي بالك المباراه بكره صعبه ان انت بتلعب ضد الارجنتين. الارجنتين مرة مع الارجنتين خلت المنتخب الارجنتيني عنده دوافع وطموح مختلف تماما حتى يعني لو بعد المباراه الاولى. هو خلي بالك التعادل برضو مع منتخب اسبانيا لخبط لك الدنيا، لخبط لك الحسابات اللي كانت موجوده. النهارده استراليا لما تكسب الارجنتين طبعا لخبطت لك الحسابات بتاعه المجموعه، فانت مضطر الارجنتين بكره المباراه قويه فانت تكسب. انت لازم تكسب عشان تعدي الدور الثاني، فانت بتلعب على الهجوم وبعدين انت عندك لعيبه كويسه، يعني عندك لعيبه تقدر تكسب ولعيبه عندها جرأة تكسب. بالتالي احنا مش هنقعد بقى ندافع ونقعد نقول. طب اقول لك كابتن اكيد كابتن شوقي غريب وهو رايح كده والمجموعه قدامه حاطط خطه كده في النتائج بالنسبه للفرق اللي هو ايه؟ اول ماتش اسبانيا التعادل وانجح فيه، الارجنتين اتعادل وانجح ولا اكسب؟ دي حاجه يعني هنا او هنا. استراليا دي كانت بالنسبه يعني من وجهه نظري انا الشخصيه وده اللي احنا شفناه ان استراليا كانت يعني بالنسبه لنا هي خلي بالك استراليا هتبقى مفاجاه. حتى تصريحات المدير الفني قال لك انا جاي ابهر العالم. يعني الراجل واثق من فرقته، واثق من النهارده لما بيكسب الارجنتين بكامل نجومه فرقه قويه جدا ويعمل نتيجه كويسه اكيد واثق ان هو هيكسب كل الماتشات. فبالتالي لا عنده منتخب قوي فانت ما تخرجش. لا الفرق كويس، منتخب كويس، منتخب جيد بيأدي بشكل كويس جدا، عنده توازن بين الدفاع والهجوم. لكن انت بتكلم عن منتخب مصر انت لازم تكسب ولازم تلعب على المكسب. اي سيناريوهات الكابتن شوقي غريب حاططها في ارض الملعب شيء وعلى الكلام وعلى الورق والتصريحات شيء ده. طب انا هقول لك تشكيل منتخبنا امام اسبانيا كابتن، وهل عشان احول الشكل لشكل هجومي اكتر وان انا
اكسب بقى وعايز اكسب المنتخب الارجنتيني اللي برضه هو كمان عايز يكسب، لان ده منفذ بالنسبه له مهم جدا في نتيجه المباراه عشان يكمل. كان بدايه الماتش الاول امام اسبانيا، محمد الشناوي طبعا في حراس المرمى، احمد فتوح والوينش واسامه جلال وحجازي العراقي في خط الظهر، رمضان صبحي، امام عاشور، اكرم توفيق، طاهر محمد طاهر، احمد ياسر ريان. ده التشكيل. حصل بعض التغييرات، ابراهيم عادل مكان طاهر، محمد طاهر، عمار حمدي مكان امام عاشور، صلاح محسن مكان احمد ياسر ريان، كريم فؤاد مكان كريم العراقي، واحمد رمضان بيكم مكان رمضان صبحي. انت عندك فروق الوضع يعني. هل انا عندي حاجه ممكن اضيفها في التشكيله الاساسيه في الماتش بتاع بكره؟ لا انا عشان ابتدي هجوم، ولا هو برضو فكره يعني التعليمات والتحرر في فكره الهجوم؟ لا ما انت خلي بالك، انا بلعب بخمسه ورا ليه؟ انت عندك حجازي وعندك الونش، عندهم خبرات كويسه، ووراهم محمد الشناوي. انت بتلعب انا العب بفرودين اكسب، العب بصلاح محسن واحمد ياسر ريان، عندك ابراهيم عادل لعيب كويس جدا، عندي لازم العب من بدايه ان انا هاجم، وعندي ناس بتامن ورا، عندك اكرم توفيق عمل مباراه هايله من الماتشات القويه جدا اللي عملها في نص الملعب. فانا بحتاج ان انا العب، ما العبش بخمسه ورا، 3 5 2 ده دي قدمت خلاص. ان انا العب ب 3 5 2 يبقى كده انا خايف. بس في فرقه، لا في فرق في العالم كانت بتشتغل بيها، ده فرقه اوروبيه والطريقه دي رجعت تاني بشكل مختلف، بشكل اوكي بس في التحركات بتفرق في التحركات مختلفه للاعبين، اوكي بتفرق في التحركات. لكن انا النهارده عندي لعيبه تقدر نزعتها الهجوميه كتير، يعني عندي رمضان صبحي، عندي صلاح محسن، عندي طاهر محمد طاهر، عندي ابراهيم عادل، وعندهم سرعات. فاللعيبه دي يبقى ليه ان انا العب بالحته دي؟ ليه دافع؟ انا لازم اغير من الطريقه، لكن هفضل على الطريقه دي، انا عاوز اكسب المباراه، محتاج ان انا اكسب بكره، فبالتالي لازم اغير من الطريقه، لازم العب. عندك كمان خبرات الونش، الونش بيمسك، وبعدين حجازي ممكن يعمل كفر لتحت، عندك الناس واقفه، يمكن طاهر محمد طاهر بيعملها بشكل كويس، اكرم توفيق، احمد ياسر ريان، لكن انا لازم العب باثنين فروت على اساس ان انا ممكن اكسب، ممكن العب واحد تحت واحد، ان انا ممكن ادي مهام لصلاح محسن انه ينزل يدافع في نص الملعب في حاله ان الكره مش معايا، وممكن يعملها احمد ياسر ريان بشكل كويس جدا، لازم اباخد او افاجئ المنتخب الارجنتيني. نتمنى ان شاء الله. طبعا ان شاء الله. 9 9 ونص؟ لا لازم اتفرج طبعا. انا بتفرج يا فاروق. تصحى؟ طبعا بتصحى بدري راسك. لا انا خلي بالك انا متابع البطوله على فكره، ومتابع رفع الاثقال. انا عندك المنتخب كره اليد ان شاء الله يوم الاثنين الساعه 7 وربع الصبح. لا صعب دي 7 وربع، ما تنامش، كمل. لا نكمل نطبق. طيب هطلع لفاصل وهرجع مع كابتن ابو الذهب، يعني هنتكلم على الاهلي بقى، نتكلم على المباريات المؤجله للنادي الاهلي. لعب مباراه امام البنك الاهلي، وفي مباراه بكره ان شاء الله من الاسبوع ال 24 امام الانتاج الحربي. طبعا التعادل حط النادي الاهلي بقى في حسابات مختلفه، وده بناء كمان على تصريحات موسيماني ان الدوري من خلال الحصول عليه لازم يبقى باقدام اخرين. لو طبعا النادي الاهلي كسب كل مبارياته، نادي الزمالك كسب كل مبارياته، هيكون في حاله تعادل في النقاط، وبهنا اللائحه بتقول الاهداف. برضو الحاجه الغريبه ان الاهداف نفس الاهداف اللي حققها النادي الاهلي هو اللي حققها النادي الزمالك حتى الان، 48 هدف، 48 هدف للزمالك، وبالتالي ايضا نفس الاهداف اللي عليهم بالنسبه للي دخلت في مرمى النادي الاهلي، 18 هدف، وايضا اللي في نادي الزمالك. طبعا الامور هتختلف في المباريات القادمه، هقول لكم المباريات المتبقيه للاهلي والمباريات المتبقيه للنادي الزمالك، وهنبتدي نحسبها مع كابتن ابو الدهب. هطلع لفاصل ونكمل مع كابتن محمود ابو الدهب. هيحل الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي في 7 مساء غدا ضيف على نظيره الإنتاج الحربي في المباراة اللي هتجمعهم على أرض ملعب استاد السلام، وهي مباراة مؤجلة بينهم من الجولة 24 لمباريات الدوري. هيدخل الأهلي اللقاء وهو محتل المركز الثاني بجدول المسابقة برصيد 52 نقطة، وليه مباراتين مؤجلتين بخلاف مباراة الغد، وبيدخل الإنتاج الحربي المواجهة وهو متزيل ترتيب جدول المسابقة برصيد 19 نقطة، وبيسعى بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول للنادي الأهلي لتحقيق الفوز بالنقاط الثلاثة وتعويض التعادل الأخير للفريق أمام البنك الأهلي من أجل السعي نحو انتزاع صدارة المسابقة والحفاظ على اللقب المحلي. وبيأمل أحمد كشري المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي الإنتاج الحربي في تحقيق نتيجة إيجابية والتشبث بأمل البقاء بالدوري وعدم الهبوط للممتاز به بعد تأزم وضع الفريق في جدول المسابقة خلال الموسم الحالي.
وحرص موسيماني على عقد عدة جلسات مع لاعبي حذرهم خلالها من التهاون بفريق الإنتاج واعتبار جميع المباريات المقبلة بمثابة مباريات الكؤوس وعدم إهدار أي نقاط جديدة. وشدد المدير الفني على لاعبي على ضرورة حسم المواجهة من بدايتها واستغلال الفرص اللي هتتاح ليهم من بداية اللقاء والعمل على إخراج فريق الإنتاج من أجواء المباراة مبكراً. بينما طالب أحمد كشري لاعبي بعدم النظر لفارق الترتيب بين الفريقين في جدول المسابقة واللعب بروح عالية من البداية وأن مباراة الأهلي تكون بوابة العبور من النفق المظلم ومحاولة الابتعاد عن شبح الهبوط اللي بيطارد الفريق. طيب مكمل مع حضراتكم قبل ما نتكلم على هذه المباراة مباراة الإنتاج الحربي ونادي الأهلي، خليني بس أقول القائمة الخاصة بالنادي الأهلي اللي أعلنها موسيماني لمباراة الغد. علي لطفي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، ومحمود وحيد، ومحمود متولي، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، محمود كهربا، مروان محسن، محمد شريف، وأيمن أشرف، وبدر بنون، وحسين الشحات، أليو ديانج، عمر السلية، ومحمد مجدي أفشة، وسعد سمير، وعلي معلول، وولتر بواليا، وجونيور أجايي، وأخيرا محمد هاني. دي القائمة الخاصة بمباراة الغد. خليني أقول لكم أنه برضو النهاردة من خلال التمرين كابتن خطيب كان متواجد، واعتقد دي عمليه دعم، عمليه عوده للمسار. خلي بالكم النادي الاهلي لسه من كام اسبوع او 10 ايام واخد دوري ابطال افريقيا، بيرجع على المباراه المؤجله بالنسبه له في الدوري الممتاز، تعادل مفاجئ في الجدول او في مباراه الدوري، وطبعا بتاثر عليه في المنافسه على البطوله مع نادي الزمالك وان هو يكون يحافظ على لقبه. وبالتالي هنا جلسه كابتن خطيب هي ان تفويقية، ممكن يبقى فيه جزء تفويقي بالنسبة للاعبين ان الفرحة بتاعت دوري الابطال لازم تنتهي سريعا، وكان فكرة التعادل مع البنك الاهلي اعتقد دي كان جرس انذار بالنسبة للاعبين ان جمهور الاهلي، واحنا بنتكلم دايما بيطالب لعيبته، بيطالب مجلس ادارته بالفوز، ودي طبعا مشكلة بيواجهها اللاعبين، مشكلة بيواجهها اللاعبين في فكرة الضغط العصبي الدائم ان جمهورك ما بيقبلش غير بالفوز، ما بيقبلش غير بالمركز الاول. اعتقد ممكن تكون كلمات كابتن محمود الخطيب في جلسته النهارده واجتماعه مع اللاعبين. ده امام حضراتكم وجود كابتن خطيب في الملعب النهارده وملعب التدريب. كابتن ابو الدهب، الماتش اللي فات يعني كانت تعتبر مفاجاه، النادي الاهلي فايز 1-0 ثم بيتعادل البنك الاهلي. هل مباراه البنك الاهلي هتكون ليها تاثير مختلف على مباراة الغد امام الانتاج الحربي؟ يعني بالتاكيد هتبقى لها تاثير كبير يا فاروق. يعني مباراة البنك الاهلي ممكن من المباريات المؤجله، اعتقد ان النادي الاهلي خسر فيها 2 بونت، لان انت بتعول على الماتشات دي. كان النادي الاهلي كمان عنده 3 4 ماتشات اللي جايين هيلاعب الفرق المهدده بالهبوط. يعني البنك الاهلي خلاص خلص، عندك هيخش على الانتاج الحربي وبعد كده اسوان وبعد كده وادي دجله. فكل الفرق دي محتاجه البونت ومحتاجه انها تقعد في الدوري. حتى النهارده تصريحات الكابتن احمد كشري بقول لك انا بتشبث بالبقاء بالدوري، بس نفسه هم ده حق وده حاجه مطلوب، لكن انت النادي الاهلي بتلعب على 3 بونت، بتلعب على المكسب دايما، بتلعب على البطوله، فبالتالي صعب جدا انت تفرق او تفرط في البنات. طب اللي بتحصل. شايف سبب التعادل امام البنك الاهلي؟ لا، في سوء اداء بعض اللاعبين في الملعب. يعني النهارده يمكن حتى التغيير اللي حصل، يمكن انا استغربت جدا من تغيير اجايب بديانج. يعني انت النهارده محتاج ان انت تكسب، محتاج ان انت يعني تغطي الهدف اللي انت جايبه. الحاجه الثانيه يمكن انا فوجئت بالكابتن خالد جلال بيلعب بطريقه هجوميه بشكل كبير جدا، حتى نزل اللعيبه ومش خايف من المباراه، عنده جرأه في الهجوم. ودي نتيجه ان النادي الاهلي كان سايب مساحات كبيره جدا يا فاروق للعيبه البنك، ما بيضغطوش عليهم. والحاجه كان يعني كان في لعيبه بتهاجم بدون وعي، ان انت ما بترجعش تدافع بشكل كبير جدا. فوجئت ان الكابتن خالد جلال هو بيلعب على التعادل، وده اللي اتحقق له في الشوط الاولاني، لكن هو نزل عمل تغييرات كويسه جدا. كريم بامبو نزل الشرويده وبعد كده نزل باسيوني، فالراجل محتاج الماتش او طمع ان هو يكسب خلاص. طب عايز اسالك سؤال، الهدف اللي جه في النادي الاهلي هل يتحمله علي لطفي؟ يتحمله الدفاع وعلي لطفي. ليه يا كابتن؟ لا يا بص يا كابتن فاروق، احنا هقول لك على حاجه، انت عندك الجول، احنا بنقول دايما حارس المرمى عنده ميزه او عنده ميزه مش موجوده في اللعيبه، بيلعب بيده ورجله، فانت اللي شايف اكتر. حاجه ثانيه ان الراجل ازاي في السكس يارد، دايما بنقول ان الراجل ده لوحده. كريم بامبو يعني كريم بامبو مش هداف، يعني ما بيلعبش بدماغه،
يعني مش هيدر ده قصير. ايه بس وجوده في المكان لا بس ف... لا هو اتحط في حته كويسه ويعني اتحط في مكان كويس او حط نفسه في مكان جيد ان او هو توقع انها هتتلعب بشكل كده ان هو تتلعب بشكل. لكن في التغطيه من علي معلول بشكل كبير جدا. كان المفروض اللي كان يبقى موجود علي لطفي كان يطلع في السكس ياردة او بدر بنون وايمن اشرف. فبالتالي انت يتحملوا جزء كبير جدا منه الدفاع وعلي لطفي. طيب خليني بس اقول المباراه المتبقيه بالنسبه للاهلي, وطبعا هي مباراه تعتبر مصريه لتحديد بطوله الدوري بالنسبه للنادي الاهلي يعني. طيب قبل ما اقول المباراه المتبقيه لان عايز اقولها ما بين الاهلي والزمالك ونبتدي نقارن يا كابتن ابو الدهب النقاط, وبالتالي هنا مين اكتر. طبعا النادي الاهلي عنده مباريات اكتر بالنسبه ليه, نتكلم في زياده مباراتين هتفرق جدا المباراتين دول بالنسبه للنادي الاهلي. خليني اطلع واروح لتليفون مهم الكابتن نادر السيد, طبعا نجم مصر ونجم نادي الزمالك السابق ونجم حراس المرمى في مصر في وقت من الاوقات, واساله يعني على بعض الامور منها طبعا منتخبنا الاولمبي, وايضا كنت بسال كابتن مدهب من يتحمل هدف البنك الاهلي في مرمى النادي الاهلي لو كان تابع طبعا هذه المباراه. كابتن نادر تحياتي لحضرتك. كابتن فاروق تحياتي ليك والكابتن بالذهب ولكل المشاهدين. كابتن نادر كسام طيب. كسام طيب كسام طيب حبيبي ربنا يخليك. سعيد على الجميع وعلى وعليك وعلى كل المشاهدين. يا رب امين يا رب امين. كابتن اكيد تابعت منتخبنا للاولمبي امام اسبانيا, وتقييمك للاداء الفني للمنتخب الاولمبي وتوقعك لمباراه الغد, وايضا برضو في نفس السؤال الشناوي ورايك فيه في هذه المباراه. والله انا شايف ان طبعا ان الكابتشاوي غريب والجهاز الفني لعبوا بواقعيه كبيره جدا في المباراه, وطبيعي جدا اول مباراه بتكتشف الفرق اللي قدامك لانك انت ما شفتش اسبانيا. الكل الناس بتتكلم على ان في كتير من المنتخب الاول اللي لعبوا في اليورو موجودين مع المنتخب الاولمبي, فطبيعي جدا ان منتخب قوي وبطل اوروبا. فانا شايف ان كابتشاوي لعب واقعيه كبيره جدا. ممكن كان في زياده في الحرص, ممكن تكون هي اللي ادت ان المباراه تظهر بشكل دفاعي, انما في الاخر انت لو ما كسبتش الماتش ما بتخسرش. ودايما ممكن يعني كابتن الذهب عارف الكلام ده, ان دايما الماتشات الاولى في البطولات بتفرق كتير جدا. لو طبعا لو في مكسب بيديك دفعه كبيره جدا للبطوله, ولو في خساره بتحبطك جدا. صحيح. ولو في تعادل يعني انت لسه ما زلت جوه اللعبه يعني. فانا شايف الحقيقه ان المباراه نتيجتها في الاخر هي 0-0 مع اسبانيا بغض النظر عن الشكل الاداء بالنسبه للعيبه. وانا شايف ان الروح عاليه جدا واللعيبه مؤمنه بنفسها, فتقدر ان شاء الله. لكن يا كابتن مباراه الارجنتين واستراليا اكيد هتاثر على مباراه الغد في النتيجه بتاعتها. خساره الارجنتين 2-0 يعني برضو مفاجاه في المجموعه, ومفاجاه لينا احنا شخصيا يعني. كانت اثرت سلبي يعني لان انت عندك يعني الارجنتين لعبت ماتش, وزي ما انت قلت كابتن فاروق, انما انا شايف ان التاثير بتاعها تاثير ايجابي لان منتخب مصر يقدر يعني. شفت منتخب مع منتخب قوي زي منتخب البرازيل في المباراه الوديه اللي لعبوها هنا من فتره طويله, ادوا بشكل كويس قوي. لا انا شايف ان المباراه النهارده المباراه بكره ان شاء الله هتختلف عن المباراه اللي فاتت. قدرتنا على المكسب كبيره كابتن امام الارجنتين من وجهه نظرك يعني؟ مش كبيره ولا قليله, بس في يعني الفرص متساويه مع الارجنتين. طيب بالنسبه لشناوي كابتن, يعني هل هو يعني بالنسبه لادائه مع المنتخب بتشوف ان سريعا تاقلم مع الشكل العام بالنسبه للدفاع والشكل الفريق؟ طبعا في الاخر انت بتلعب بثلاثه هم بيلعبوا مع بعض بقى لهم فتره طويله قوي, اللي هو الشناوي الونش وحجازي. وبعدين الشناوي الحقيقه دايما الحقيقه مش تقليل من الحراس التانيين, انما دايما بدي اضافه يعني. الشناوي حارس مرمى كبير وعنده خبرات, واعتقد ماشي بمستوى ثابت جدا الفترات اللي فاتت. فانا شايف وجوده اضافه يعني. وده طبعا لو كان صبحي او جاد كده لاعب الماتش, اعتقد ان صبحي وجاد كابتن الموجودين. نعم صبحي وجاد المتواجدين. انا قصدي على ان هو يعني كان المرشح للعب محمد صبحي. انا شايف ان يعني صبحي برده مش بعيد يعني, كان ممكن يؤدي بشكل كويس, انما في شك ان خبرات الشناوي بتعمل فرق كبير يعني. طيب خلينا ننتقل كابتن, ممكن كان سؤالي مع كابتن ابو دهب منذ قليل وانت حضرتك طبعا كنت بتخش معانا على الهاتف, مباراه البنك الاهلي ما اعرفش حضرتك تابعتها والاهلي. شفت الهدف اللي دخل في مرمى الاهلي كابتن؟ ها بص, طبعا هو
يعني احنا بنتكلم على الهدف لانه دخل في النادي الاهلي يعني فطبعا الكلام بيدور كتير يعني انا مع كابتن الذهب وهو بيتكلم ان ما فيش حاجه اسمها لاعب واحد يتحمل هدف سواء مدافع او حارس مرمى يعني. انما دايما الاهداف كابتن فاروق بيتحمل بنسب واي هدف يدخل مرمى الجول الحارس يعني بيبقى مش بنقول ان هو بيتحمل الهدف هو بنقول ان كان ممكن يعمل ايه عشان الهدف ده ما يجيش. اوكي. فانا شايف ان ده هدف عادي يعني مش مثلا ايه مشكله كبيره وازاي كده وبتحمل الهدف وعلى لطفي هو سبب التعادل. لا انا مش شايف كده خالص يعني إيه؟ المطالبه كابتن بان علي لطفي ما يلعبش ده مش لا ليه ما يلعبش ليه يعني فكره ان هو هدف عادي هدف عادي. يعني هدف يدخل في اي حارس مرمى عادي يعني امتى نتكلم ان مثلا اداء علي في الماتش كله كان وحش قوي انما انا شايف اداءه كان كويس مستوى عالي في التعامل مع الكور اللي جات له مستوى كويس جدا الهدف اللي دخل مرمى النادي الاهلي يعني دخل مرمى ال11 لاعب فانما مش علي لطفي يتحمل الخساره لوحده يعني او التعادل لوحده يعني فانا شايف لا علي بالعكس حارس مرمى كويس قوي ادى وكان له دور كبير جدا في الماتشات اللي فاتت بقى له فتره طويله بعيد عن المشاركه طبيعي جدا لما يدخل بياخد وقت شويه بس انا حرق علي الحقيقه من الحراس الموهوبه جدا اللي بيقدر ان هو بيدخل بسرعه يعني لان هو ده الفارق ما بين بعض الحراس يعني بدون ذكر اسماء بعض الحراس عندهم يعني بيعتمدوا على المجهود وعلى اللي هم اللي بيتقال عليهم مصنوعين شويه انما علي لطفي من الحراس الموهوبه جدا جدا في مصر فانا شايف انا مع كابتن الذهب ان الهدف يتحملوا بشكل كبير جدا الدفاع لان ما كانش فيه اولا ما كانش فيه تقليل للكوره وفي نفس الوقت كمان مين اللي سمح للاعب ان هو يعمل الكره العرضيه مين ما عملش التغطيه العكسيه وفي الاخر اكيد ان ممكن علي عنده نسبه 50-50 ان هو يخرج ياخد الكوره لان الكوره ملعوبه لو انت لو احنا فاكرينها كويس ملعوبه لبره يعني الكوره وهي بتتلعب في بعض الكوره العرضيه كده اللي هي بتتلعب وهي جايه بتبقى رايحه لبره مش رايحه لجوه. فانما انا شايف ان ده هدف عادي جدا يعني. طيب خلينا كابتن وحضرتك معانا وكابتن والدهب معانا وخلاص يعني بنتكلم في اسابيع قليله ودوري يقترب من نهايته كابتن نادر وبالتالي نادي الزمالك حتى الان في المركز الاول برصيد 61 نقطه والاهلي في المركز الثاني ب 52 نقطه، نادي الزمالك لعب 27 لقاء والاهلي 24 لقاء. يعني من وجهه نظر كابتن نادر ورؤيته الوضع في المنافسة يوصل لفين في نهايته؟ لا الوضع يعني وده اللي أنا بقوله دايما تتفاروه يعني فرق كتير بتروح وتيجي وفي الآخر المنافسة هي دايما ما بين الزمالك والأهلي أو ما بين الأهلي والزمالك يعني وهو ده يمكن بيفتح المجال لكلام كتير جدا على الأندية اللي هي الأندية الغير جماهيرية رغم الدعم المادي ورغم الميزانيات الكبيرة جدا مش بتكلم على بيراميدز بتكلم على كل الأندية إلا إن المنافسة دايما وأبدا بتبقى ما بين الزمالك والأهلي يعني حتى لما بيحصل فيه مشاركة في الدوري العام أو في بطولة من البطولات برضه بتبقى مع نادي جماهير يعني ده أنا عايز أقول لك سنة جاية فيه ثلاثة كمان وافدين جودة كابتن يعني هو طبعا شعبيه انا مش بحجر على الانديه اللي هي اجتهدت واشتغلت وصعدت طبعا. بس انا لازم الحقيقه المسؤولين عن الكره في مصر والرياضه في مصر يدوا مساحه للانديه الجماهيريه ان هي تعمل استثمارات يكون عندها بنفس نفس الميزانيات بتاعت الانديه الشركات او انديه المؤسسات اللي في مصر يعني انديه الوزارات عشان تضمن بقائها دايما باستمرار في الدوري الممتاز يا كابتن. نعم عشان على الاقل تضمن بقائها دايما في الدوري. لا بالعكس هتنافس على الدوري انت الاسماعيلي هو اللي بينافس الاهلي والزمالك دايما على الدوري يعني نادي جماهيري فانا قصدي يعني يا كابتن فاروق ان الانديه احنا ما نقدرش نقول لا يا جماعه نمنع الانديه بتاعت الشركات والمؤسسات خلاص اللي عايز يدخل بس كمان ادي مساحه للانديه الجماهيريه الاسماعيلي والاتحاد والمصري والمنيا واسوان واسيوط والفرق اللي هي اللي ليها جمهور وقاعده جماهيريه كبيره ان هي يكون عندها تقدر يعني تستخدم مواردها صحيح ان يكون عندهم يقدروا يعملوا استثمارات يقدروا يعملوا يكون عندهم فلوس يعني انت تخيل فرقه يعني عندها جماهير وتقدر ان هي من خلال الجماهير دي تدخل دخل كبير جدا وانت بالقوانين بتمنعهم انهم يعملوا الكلام ده وفي الاخر
يقول لك اصل الانديه الدوري بقى دوري شركات. مش المشكله مش في الشركات، عندها الحق، انما كمان ادي مساحه للانديه دي المنصوره والفرق دي ان هي تكون عندها استثمارات. كابتن سؤالي رحنا لاتجاه تاني يا كابتن، رحنا لا بس هو حقيقه انا معاك في النقطه دي يا كابتن، لانك في الاخر كان في انديه شعبيه كبيره ما بقتش موجوده في الدوري الممتاز، عشان كده بقول انا على الاقل انها تبقى في الدوري وليس فقط الانديه اللي بتنافس. يا كابتن فاروق يعني ازاي انت يكون عندك نادي عنده جمهور وما عندوش فلوس؟ يعني صحيح. ازاي يعني ازاي يعني في حاجه غلط؟ يعني ازاي نادي عنده جمهور ما عندوش فلوس؟ بالظبط زي ما يكون انت عندك مشروع وعندك مطعم كبير جدا بس ما بيجيش وناس الناس كتير جدا عايزه تدخل تاخد وانت مش قافله. انت قافل المطعم، انت لا مش هفتحه ليه يا عم؟ ما تفتح، الناس عايزه تمام. الناس هي اللي عايزه تيجي عندك. تمام معايا؟ يقول لك لا انا افضل متفلس. انا في حاجه غلط. طيب فاللي انا عايز اقول لك عليه ان المنافسه طبعا ما بين الزمالك والاهلي، خد بالك في بعض الاوقات يعني لما يكون في ماتشات لسه متاجله لفريق سواء للاهلي او الزمالك، احنا اتحطينا في الموقف ده يا كابتن فاروق، والناس بتقعد تتردد، وانت كنت بتلعب اعتقد وقتها ان في 96 95 96 الزمالك كان سابق ب 13 نقطه. صحيح. ما كانش 13 نقطه، كان الاهلي فاضل له ماتشات متاجله. فاهمني؟ فيقول لك ايه ده الزمالك حصل، الاهلي حصل الزمالك وهو فرق 13. لا هو ما كانش في فرق 13 نقطه، هو كان في بس فقط لا غير صح، ماتشات متاجله بس هي اتقالت كده. فانا في بعض الاوقات بتبقى سلاح ذو حدين عند الفرقه اللي هي متاجل لها ماتشات، يعني انك انت عايز تكسب الماتش عشان تحصل الزمالك، او بمعنى صح تبقى ضغط على الزمالك انك انت لازم تحافظ على فرق النقط لما الاهلي يلعب ماتشات متاجله ويكسب. فهي دي النقطه يعني، انما انا شايف المنافسه هتبقى هتفضل موجوده لغايه اخر اسبوع يا كابتن. اعتقد كده يا كابتن ابو الدهب. كنت عايز تسال كابتن نادر حاجه؟ لا ممكن انت بتتكلم على الدوري يا كابتن نادر، لكن انا عايز اقول لك على حاجه كمان، عشان تخلق دوري قوي لازم تقلل عدد الفرق في الدوري الممتاز وتعمل مجموعه تحت، مجموعه واحده تحت يا كابتن. طبعا يعني انت عشان تخلق دوري قوي، انت عشان تقلل كمان عدد الفرق يبقى عندك دوري قوي تقدر من خلاله الفرق، وبعدين كمان الفرق زي المصري والاسماعيلي ما عندهمش ظهير اعلامي قوي يا كابتن نادر، عندهم لعيبه كويسه جدا ولعيبه كبيره. عندك الاسماعيلي من بدايه الموسم كان بيعاني من طائله ميزانيه كبيره من النواحي الماديه، صح؟ فبالتالي المصري كان ماشي بشكل كويس جدا، لكن اللعيبه ابتدت تخش في الـ في الـ في الـ في, الـ في الانتقالات، وهروح في اللعيبه عايزه تروح بيراميدز واللعيبه عايزه تروح مش عارف، فبالتالي الثقافه بتتغير. فانت اللي موجود دلوقتي ان الاهلي والزمالك طول عمرهم هم اللي هيبقوا في المنافسه يا كابتن. بالظبط يعني انا معاك جدا يا كابتن، بس زي ما اقول لك يا كابتن دهب ان يا جماعه يعني احنا مش هنقول الانديه الشركات لا بلاش، لا هي حره وكل واحد حر، حتى قانونيه الدستور ان هي بتمنح للناس كلها، انما كمان ما تجيش تكتف ايدين ورجلين الانديه اللي هي ليها قاعده جماهيريه وتقفلها، يعني تقول لا مش هتستثمر، او تحط قوانين وعكسها، او انك انت تحط مجالس اداره بتيجي من جامعات عموميه لنادي اجتماعي عشان هو يدير النادي الرياضي، يقول لك خلاص لازم يحصل تغيير ولازم في حاجه غلط. زي ما بقول لك كده يا كابتن ابو الدهب، المصري نادي كبير، هو نادي المحافظه مع احترامي للمريخ وبورفؤاد والناس دي كلها، انما في الاخر هو نادي واحد بيمثل. ما انت عشان كده لازم يكون عندك دوري المحترفين يا كابتن نادر، عشان تعمل اللي حضرتك بتقول عليه ده لازم يكون عندك دوري محترفين الشركات الرياضيه. لما يكون عندك نادي محترف او نادي فيه احترافيه يعني يبقى نتكلم على دوري على دوري محترف، يعني انت اصلا انديه يعني لسه ما تحولتش اصلا كابتن نادر، بالظبط يا غير محترف، يعني غير محترف، فانت تعمل رابطه محترفين اذا كان اصلا ما عندكش محترفين. الحاجه الوحيده اللي عندك هي الاحترافيه بتاعه التعاقدات اللاعبين، يعني انك انت لاعب محترف فبالتالي بيتعاقد، انما ايه بقى الواجبات والالتزامات والمصادر الدخل بتدخل في قصه كبيره جدا. انا مش عايز اخد من البرنامج كتير، انما بتدخل لا واحنا كمان يا كابتن نادر يمكن في القانون المصري او في الدستور يعني حصل بعض البنود عشان تتحول انديه للاستثمار. لا هي الحقيقه يعني هي بعض القوانين زي ما بقول لك كده ايه، قوانين منسوعه الدسم، يعني قوانين هي قانون بس ما يتنفذش، قانون بس يتكتف، قانون بس ما فيش عنديش حريه. يعني هي النقطه كلها ان القوانين لازم تنفذ ولازم يكون في
احنا عندنا ما شاء الله مؤسسات وعندنا يعني جهات رقابيه قويه جدا تقدر ان هي تنفذ القانون بشكل كويس معايا. فهي النقطه كلها ان هي قوانين اتعملت بس القوانين دي قوانين لا تنفذ. يعني ما ينفعش مثلا النادي الاهلي يقول لك مثلا او نادي الزمالك يقول لك احنا هنعمل شركه كره قدم، وشركه كره القدم اللي بيعملها مجلس الاداره المنتخب من الجمعيه العموميه اللي هي بتاعه النادي الاجتماعي. طب الشركه دي مين هيحط المجلس اداره؟ مجلس اداره النادي الاهلي. طب ما هو مجلس اداره النادي الاهلي يقدر ان هو يمشي الناس دي ويجيب ناس ثانيه ويمشي الناس دي ويجيب ناس يعني. ففي الاخر انت ما بتتكلمش شركه، يعني ايه شركه؟ شركه بالمفهوم بتاعها ان هي اسهم، والاسهم دي ليها كتاب عام وكتاب عام مطروح في ورئيس مجلس اداره وعضو منتدب وامور خاصه. لا ورئيس مجلس اداره وبعد كده تحاسب. يعني ما ينفعش يا كابتن فاروق الفير بلاي بالنسبه للعالم كله انك انت لازم ايراداتك تكون قد قصدي مصاريفك تكون قد ايراداتك. انت اصلا ما فيش ولا نادي في مصر بيقدم ايه ايراداته عشان يبقى فيه مصروفاته. الانديه كلها بتروح تتعاقد مثلا عايز كام مليون 10 2 3 4 وبعد كده في الاخر ما عندهاش اصلا الموارد اللي تغطي التكلفه دي. صحيح معايا؟ ده ما ينفعش. انت اصلا اي نادي لو انت بتتكلم على انديه محترفه كابتن داب، اي نادي لازم يدي جرانتي ان هو عنده الموارد دي فبالتالي هيتعاقد مع اللعيبه دي. وما فيش مثلا ما ينفعش ان انت ميزانيه معينه انك انت عندك ايرادات معينه مثلا فرضا 50 مليون ما ينفعش تتعاقد مع لعيبه ب 100 مليون. انت لازم تتعاقد. خلي بالك يا كابتن نادر، ما الانديه دي ما بتصرفش على فرقه واحده، ده بتصرف على كذا لعبه في النادي. ما هو بيتكلم عن انديه محترفه خاصه بكره القدم، شركه كره القدم وليس اللعبات الاخرى. شركه مسؤوله عن كره القدم يعني الفرقه. حوار قوي يعني كتير قوي اتكلمنا فيها كابتن نادر، وما زلنا طبعا بنامل ان الدوري المحترفين يشتغل. مش بنامل يا كابتن فاروق، لا رابطه الانديه المحترفه تتجمع وتتعمل يعني حاجات كتير. انا شايف ان في نهضه كبيره جدا في البلد ولازم تبقى تتخلل الرياضه. انا معاك في النقطه دي بالظبط. نهضه كبيره جدا، نهضه استثماريه كبيره جدا. وزي ما دايما الحكومه والسياسه بتتكلم ان يا جماعه دلوقتي ما بقاش في حاجه لازم كل حاجه ليها مقابل. هتاخد خدمه كويسه يبقى لازم تدفع مقابل الخدمه. معايا؟ هتاخد طريق كويس. ده بالعكس ده مبدا مهم قوي. فبالتالي الرياضه كمان مفيش بقى رياضه الجميع واصل العمل تطوعي واصل انا باخد من وقتي عشان ادي للنادي وباخد من وقتي عشان ادي للاتحاد. دي كلمه حق مراد بها باطل. معايا؟ انما يعني ايه تاخد انت اصلا يعني ايه تاخد من وقتك عشان احنا مش في الحاجه الوحيده اللي هي التطوعيه هي الجمعيات الخيريه هي التشاريتي. انا بدي وقتي لوجه الله والمجتمع ماشي. انما انت تدي وقتك وبتتحكم في ملايين ملايين ده ما ينفعش. تمام يا كابتن، وصلت. اخيرا قبل يعني كابتن ما انهي مع حضرتك المكالمه بخصوص احمد، تعاملت معاه نفسيا بعد الحمله اللي اتعرض عليها في الفتره الاخيره ايه؟ انا طبعا ما سالتكش في النقطه دي خالص. والله انا مش شايف الحمد لله طبعا هو ما فيش حمله ولا حاجه. الحقيقه الموضوع اتاخد في اتجاه انا مقدر جدا كل اللي كلمه وبالعكس عامل مسانده لاحمد، بس انا الحقيقه انا شايف ان الولاد كلها مش احمد بس. كانت تجربه رائعه، تجربه جدا طبعا. تجربه كويسه قوي واتحطوا على التراك الدولي وبداوا يعني عارفوا يعني ايه منتخب ويعني ايه. بعدين هم متجمعين قبلها بشهر واحد. انا شايف ان كابتن محمود جابر وكابتن كرم وكابتن ايهاب وكابتن حمدي حمدان كل الجهاز عملوا مجهود كبير جدا. صحيح يا كابتن، انا اتفرجت عليهم يا كابتن واتفرجت على احمد. هو يعني الامور ماشيه والله يعني كل التوفيق ليه يا كابتن. انا شايف ان بالعكس يعني احمد ادى بشكل كويس ولسه بيحتسب خبرات ولسه. انا دايما بقول ان اولا اللعيبه دي كلها بما فيها احمد هي ملك لينا كلنا وابنائنا جميعا مش ابننا لوحدي. وده مشاريع لعيبه، مشروع حارس ان شاء الله يكون ان شاء الله كابتن يكون لي شأن ان شاء الله. كل التوفيق ليا يا كابتن. بشكرك كابتن نادر السيد طبعا نجم نادي الزمالك السابق ونجم منتخبنا الوطني السابق. خلينا نطلع لفاصل واكمل مع كابتن محمود ابو الدهب كلامنا على مباراه الغد الانتاج والاهلي. كان
التعتج الدولي المصري محمد صلاح على رأس قائمة 10 لاعبين نجح الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول في التعاقد معهم وضمهم للريدز ليصنعوا المجد محلياً وقارياً مع الليفر. وبحسب ميرور الإنجليزية فمحمد صلاح بيتصدر قائمة أنجح الصفقات في عهد كلوب مع ليفربول، فبيحمل الرقم القياسي كونه الأسرع ب50 هدف مع الريدز. وتسألت الصحيفة أين سيكون ليفربول الآن بدون ملك مصر، فإشارة إلى أنه يجب حسم التجديد مع محمد صلاح مهما كانت القيمة المادية تقديراً لما قدمه مع الفريق في الدوري الإنجليزي. وأضافت ميرور أن يورجن كلوب يستعد لقيادة ليفربول في موسمه السادس، ومن الإنصاف القول أن تشكيلة الفريق الألماني بتبدو مختلفة تماماً عن الأشهر الأولى اللي قضاها في أنفيلد. وحقق ليفربول إنجاز غير مسبوق منذ تولي يورجن كلوب المسؤولية قبل ما يقرب من 6 سنوات، وأوضحت أن الريدز حقق الهيمنة على العالم في عام 2019 بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا ضد توتنهام، وفي وقت لاحق من العام فاز بكأس العالم للأندية بفوزه على فلامينجو. كمان كلوب كان هو العقل المدبر وراء فوز نادي ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي في موسم كورونا 2019-2020، وأنهى انتظار دام لمدة 30 عام للفوز بلقب الدوري المحلي. محمد صلاح بيحمل الرقم القياسي لكونه الأسرع ب50 هدف لليفربول، فبعد معانا في تشيلسي في فترة الأولى في إنجلترا عاد الفرعون اكتشاف نفسه في إيطاليا مع فيورنتينا وروما، وشاف ليفربول شيء ما في اللاعب يوحي بأنه يمكن أنه يكون نجم. وبتسجيله 32 هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز في حملته الأولى سرعان ما أثبت أن نظرتهم صحيحة. طيب بخصوص التقرير عن نجمنا صلاح، برضو فكرة النجوم الجديدة اللي إن شاء الله الفترة اللي جاية تبقى متواجدة في الدوريات الأوروبية واستغلال الأندية المصرية في بعض اللاعبين اللي ممكن يكونوا لسه صغيرين في السن ان هم يطلعوا على سبيل الإعارة للدوريات، ممكن تكون دوريات مؤهلة ان هم يتحركوا في أوروبا. نادي الأهلي عمل تجربة ممكن تكون يعني فريدة بالنسبة للأندية المصرية ان هم أعاروا بعض اللاعبين من صغار السن او من قطاع الناشئين للدوري التشيكي، طبعا كان من خلال فريق الشباب ميدو حسام ومصطفى فوزي ومحمد احمد بيسو، دول احترفوا او اعاروا الى نادي تشيكي اسمه زيسكوف. ويمكن في اولى مبارياتهم في اولى مباريات الوديه لهذا الفريق مصطفى فوزي مهاجم الاهلي المعار هناك في هذا النادي احرز 3 اهداف هاتريك في لقائه الاول في مع هذا الفريق في مباراه وديه، وبالتالي طبعا دي حاجه يعني حاجه محترمه. يعني بتتكلم في فكر بقى تاني، انت في بعض اللاعبين اللي ممكن ما يطلعوش للفريق الاول او تستعين بيهم في الفريق الاول، لكن هم مبشرين بروميسينج ممكن تقدر تعيرهم مع توأمة مع هذا النادي او توأمة مع عدة اندية في شرق اوروبا اللي ممكن يكون اعداد جيد للاعبين ان هم يحترفوا او يرجعوا تاني للنادي الاهلي. ده يمكن خبر كنت حابب اقوله. كابتن ابو الدهب، الرأي في التجربة دي ان انا ممكن اكون عندي بعض اللاعبين، انا اكلمك عن الانتاج الحربي بس انا عايز اسألك بس عن انا تعرض عليا كتير ان في لعبة تسافر فروق. والله في الناس عندها طموحات كبيره جدا، اولها الامور دلوقتي بقت اللعيبه بقت طموحاتها كبيره حتى اللعيبه الصغيره. بس في انت بتتكلم على اولياء الامور، انا بكلمك على نادي ان هم بيستغل بعض اللاعبين اللي ممكن ما صعدوش الفريق الاول لكن هم مبشرين ان انا يكون في عندي توأمة مع عده انديه في شرق اوروبا او عده انديه في اوروبا، يعني تقدر يعني تاهلهم ويرجعوا تاني او يكملوا في اوروبا. لا ما يستفاد النادي، يعني النادي بيستفاد واللاعب بيستفاد واللاعب بس اهم حاجه طموح اللاعب عايز ايه، ان انا ممكن اكمل. فدي حاجه كويسه جدا، انا ملامسها من بعض اللاعبين في لعيبه صغار السن سواء النادي الاهلي بيعملها لانه سباق في الحته دي ان هو يودي لعيبته اوروبا، ودي حاجه كويسه جدا. وكان بقول لك في لعيبه كتير جدا قبل كورونا فاروق كان في لعيبه بتروح تعمل معايشه في هولندا واسبانيا على فكره، وبتسافر على نفقتها الخاصه ان هي تروح تعمل في انجلترا. وعلى فكره ايطاليا بتحب الحاجات دي جدا وبتحب تجيلها فري كده، بيعملها من نفسه على فكره. واولياء الامور بتدفع على فكره، يعني في ناس اولياء امور بتدفع فلوس عشان الاولاد هيسافروا لانهم باصين عاطين هدف قدامهم، محمد صلاح يبقى هدف قدامهم، تريزيجيه اللعيبه اللي وصلت، فدي حاجه كويسه جدا. والنادي الاهلي بيعملها ان انت انا شعراوي وزيدان ده على فكره، بس لما تعملها من نادي خلال النادي الاهلي يبقى عندك سند قوي، النادي الاهلي يقدر يتعامل معاك بان انت من خلال النادي وتقدر. بقول لك عندنا زيدان من اللي انت بتتكلم في النقطه دي، محمد زيدان شعراوي ستيفان شعراوي، انا بقول لك في لعيبه كتير جدا وفي لعيبه هتطلع الفتره الجايه، لان انت عارف كل اللعيبه دلوقتي بقى طموحاتها دلوقتي بيتفرجوا على الدوريات الانجليزيه والايطاليه والهولنديه وطموحاتهم الدوريات اللي بره يعني. طيب خلينا ناخدك بقى الماتش بكره كابتن، توقعاتك التشكيل الخاص بالنادي الاهلي. يعني انا مش هيختلف كتير عن ماتش البنك الاهلي يعني، لكن انا شايف ان كهربا بعيد عن مستواه الفتره ديت، بقى موجود يعني يقعد،
عندك يمكن الغيابات اللي موجوده في النادي الاهلي ناس كتير جدا بتقول غيابات مؤثره، لا انا شايف ان الغيابات مش مؤثره، ان محمد هاني كان موجود اساسي وبيلعب ورجع وادى بشكل كويس جدا، لكن ما فيش معاونه من الناحيه الدفاعيه من اجاي، يمكن بس يمكن اكرم توفيق هو اللي ممكن يكون مؤثر بشكل كبير جدا. لكن النادي الاهلي محتاج ان انت تهاجم، محتاج ان انت تلعب بفرودين الفتره اللي جايه، مش محتاج ان انا بلعب بثلاثه بس. انت ماشي كويس كابتن، ده التشكيل مثلا بتاع الماتش اللي فات، طبعا غياب الشناوي خلى علي لطفي يبقى هو المتواجد في حراس المرمى كلا حارس اساسي، محمد هاني، بدر بنون، ايمن اشرف، علي معلول، حمدي فتحي، عمرو السولية، معاك كهربا، انت قلت كهربا يعني بقول لك فرقه شويه، قفشه، اجاي، محمد شريف، طب ما كلهم اساسيين اللي بتلعب يعني. لا كلهم اساسيين، انا مش شايف ان حد ممكن يكون في فرق غياب كبير جدا، يمكن صلاح محسن عشان كان احتياطي وينزل، طاهر محمد طاهر ما موجود مكانه كهربا وبينزل، كان حسين الشحات لو شمصاب، محمد هاني كان موجود بيلعب، لكن اكرم توفيق لعب كبديل ان هو كان يؤدي في الاضطراري في الحته دي وادى بشكل كويس جدا والراجل مقتنع بيه، لكن محمد هاني اساسي هو بقاله فتره. ما بعد الماتش ده التصريح موسيماني في بعض التصريحات ليه، منها تصريح ان اللاعبين اللي متواجدين في طوكيو او اللاعبين سواء بقى الشناوي وصلاح محسن واكرم توفيق واللاعبين اللي هم بيلعبوا بشكل اساسي اثروا على شكل الفريق والمباراه. مين اللي اثر؟ انا بقول لك هو لا يعني انا عمري ما شفتها في النادي الاهلي، مش احنا دايما بنقول ان النادي الاهلي بمحضر وطاهر، طبعا طاهر محمد طاهر ما انت النهارده ما انا عندي كهرباء وعندي اجايي، ما احنا كنا بنطول كهرباء بعيد عن مستوى كابتن لازم يعني ماشي، ده دي مشكله كهرباء، بالتالي طاهر كهرباء من ساعه ما جه النادي الاهلي يا فاروق، من ساعه ما جه النادي الاهلي ما عملش ماتش كويس، ما في، انا حاسس انه بيبقى تايه في الملعب، حتى الراجل صبر عليه في الماتش المفروض هو اللي كان يخرج في ماتش البنك الاهلي، خرج اجايي ونزل مكانه واحد بيلعب ديفندر، انت بتلعب بثلاثه ديفندر او في الحته دي، لا كهربا بقاله فتره بعيد عن مستواه في الحته دي، لا انا كنت ممكن انزل مروان محسن حتى لو هو يعني انت تلعب براسين حربه، العب براسين حربه في ماتشات، خلي بالك الماتشات، انا هغير كابتن تشكيلتي تاني يا حبيبي، ما انت بتغير النهارده، ما انت لازم تغير عشان تكسب، هو انا النهارده انا هلعب، انا بكلمك كتشكيل اساسي من البدايه، هم دول اللي ابتدى بيهم وده الشكل اللي بيلعب بيه وده الشكل دايما اللي بيحقق نجاحات مع موسيماني والفريق، والفتره اللي فاتت كسب سموحه وكسب خلاص، ما تجرب بقى محمود وحيد او يلعب علي معلول، يلعب محمود وحيد يلعب باك ليفت وعلي معلول يلعب من علي معلول يلعب ناحيه الشمال وتلعب بطريقه هجوميه، لكن انت النهارده هتقعد تجرب وتلعب مدافع ضد البنك الاهلي، وبعد ما احترامي طبعا للبنك الاهلي انا ما بتكلمش، انا بتكلم عن النادي الاهلي، ان انت عاوز تكسب، عاوز محتاج ان انت تكسب الثلاثه بونت، فبالتالي لازم اهاجم ولازم اضغط من البدايه ولازم يكون اللعيبه في تركيز، النادي النهارده النادي الاهلي فاروق بقى بيجي، احنا اللي كنا النادي الاهلي كان بيجيب في الدقيقه 90 الوقت بقى بيخش في الدقيقه 80 و85 عدم تركيز، خلي بالك لا خلي بالك ما حصلت في بيراميدز حصلت قبل كده وحصلت في البنك الاهلي، يبقى ده عدم تركيز من بعض اللاعبين في المباراه، ان انا مش المباراه 90 دقيقه، خلي بالك كمان ان فرقه النادي الاهلي او لعيبه النادي الاهلي ادت الفرصه او ادت المساحه ان فرقه البنك الاهلي تمسك كوره، وكان بتهاجم وكان بتروح لمرمى الشناوي كتير جدا، خلي بالك كمان الماتشات اللي جايه صعبه، لان كل الفرق اللي هتلعب النادي الاهلي هيتنافس على الهبوط، لان هي محتاجه البونت ومحتاجه هتلعب بقوه هتستقتل قدام النادي الاهلي، فبالتالي انا قعده خطيب كابتن خطيب طبعاً معاهم مهمه جدا، كانت مهمه، بص هي دي عاده الكابتن خطيب لما بيحس بخطر لازم يقعد مع الراجل، خصوصا تصريحاته اللي فاتت، انا النهارده ما ينفعش النادي الاهلي ما يجيش يقول لك انا عندي مبررات، عندي ان اللعيبه غايبه، لا علي لطفي عمل لعب مباراه الزمالك وكان متالق بشكل كبير في الحته دي، محمد هاني راجل اساسي، كهربا احنا بنتكلم عليه لا لعيب كويس لكن لازم يفوق، جبت ست اجاي ليه؟ لا لا انا قلت لك اجاي ما كانش يطلع، كان عامل مباراه كبيره جدا، وحتى كان في انسجام، دي صوت كابتن خطيب مع اللعيبه النهارده، ما انا بقول لك لا دي بص هما يمكن مهمه جدا يا فاروق، يعني عارف انت لما يجي رئيس النادي وبحجم كابتن خطيب وانه يقعد وراجل فاهم كوره وعارف هو بيتعامل ازاي، اكيد ان هو حاسس بخطر ان اللعيبه يحس اللعيبه على المكسب الفتره اللي جايه، ده مع موسيماني، خلي بالك كابتن من الواضح ان الفتره اللي فاتت ويمكن انا عندي كده معلومه خاصه بموسيماني والتصريحات، انا كنت بقول تصريحات، ان في بعض التصريحات كده ممكن ما كانتش مناسبه واتحرفت على فكره سواء بترجمه او لكن فكره الخروج كتير في الاعلام، اعتقد ان مجلس اداره او نادي الاهلي يعني بيقول لموسيماني ما يطلعش تاني، هو ما يطلعش خصوصا الفتره اللي جايه، الفتره اللي جايه حساسه، خلي بالك لك لما بص هتسمع كلام عن التفويت وكلام عن اللعيبه سايبه والفرق سايبه وبعض الفرق،
لا الكلام ده كله، لكن تصريحات مرحله التركيز لازم يركز الفتره اللي جايه، لازم العب على المكسب بس. احنا ما عندناش، خلي بالك كمان انت يعني الخساره بتاعت البنك الاهلي يا فاروق بمثابه هزيمه، ان انت النهارده بتخسر بنتين، هم البنتين انت خسرت الاربعه. هو على فكره الفرق موسيماني يعني برضو من تصريحاته قال لك ان المنافس هو اللي ممكن يتحكم في البطوله. أنا على نادي الزمالك يا فاروق انا بكسب. منافس ايه يا كابتن؟ بص الكابتن نادر ذكر حاجه كويسه، بس انا منافس ايه الزمالك؟ ما هو ماشي اوكي ماشي، بس الزمالك عاوز يكسب برضه وبيلعب ومالوش دعوه، هو عاوز يكسب الماتشات اللي جايه وخلي بالك بيبقى عنده امل في كده. خلي بالك ما هو عنده امل برضه ان الاهلي يتعثر، ما هو نفس الكلام هنا موجود الناحيه الثانيه. النهارده النادي الاهلي هل ممكن الزمالك يتعثر؟ ليه لا، انت عندك الزمالك عنده ماتشات قويه، ما الزمالك فاضل له غزل المحله، الاتحاد السكندري، اسماعيلي، وادي دجله، سيراميكا، يعني خلي بالك البنك الاهلي. خلي بالك الاتحاد السكندري مباراه صعبه، لان الكابتن حسام انا عارف انه بيحب يلعب الماتشات دي، وعلى فكره داخل في المربع الذهبي، فاكيد هتلاقيه بيلعب بقوه، الاتحاد بتلعب بقوه، سيراميكا من الفرق القويه جدا، فرق كويسه، الاسماعيلي خصوصا ان انت الاسماعيلي عنده مشاكل ان هو الفتره اللي جايه ممكن يتخصم منه في نهايه الموسم ابناط، فاكيد كل الماتشات اللي جايه صعبه. غزل المحله ده مباراه سائريه بين الزمالك والمحله. يعني تتوقع من الاسامي اللي انا بقولها دي؟ لا قول لي ايه الماتشات اللي ممكن نادي الزمالك. لا يمكن انا يمكن كل الماتشات يمكن انا صعبة. لا طب والاهلي ماتشاته مش صعبه؟ لان الاهلي عنده كل ماتشات الانتاج الحربي من بكره، كل الماتشات اسوان، وادي دجله، سيراميكا برضو، الاسماعيلي، كل ده مشترك في نفس الاسامي معنا. يعني كده ام بي وطلاع الجيش والمصري، ويعني دول الماتشات المتبقيه. يعني اعتقد ان طلاع الجيش من بدايه الدور الثاني عامل ماتشات كويسه جدا، مباراه صعبه، مباراه الجونه كمان للاهلي، مباراه صعبه الجونه، يعني الاسماعيلي، ممكن هم الثلاث ماتشات دول اللي صعبين في البطوله في الدوري. لكن عندك الزمالك نفس الطريقه، عندك الاتحاد السكندري، الاسماعيلي، على فكره وادي دجله بيأدي بشكل كويس الفتره ديت، دي مباراه متبقيه بالنسبه للاهلي كده على الشاشه. بص كلهم يعني الثلاثه بينافسوا على الهبوط، فهتلاقي مباراه قويه، محتاجين البونت، فهتستقتل قدام النادي الاهلي. يعني ما عندك، لكن بص سيراميكا كليوباترا يعني الاثنين منتظرين هدايا من بعض. بص واعتقد ان كان اول هديه لنادي الزمالك هو مباراه البنك الاهلي. بس خلي بالك هم طول ما الفريقين بتكسب بيعملوا ضغوطات على بعض. حلو، يعني دي حاجه كويسه، ودي هتخلق منافسه لنهايه الموسم، ان انت يبقى عندك لنهايه الموسم ما تعرفش مين اللي هياخد البطوله. فالفريقين هيلعبوا على المكسب، التركيز يبقى على المكسب بس، اما الثلاثه بونت. ان انا ما استناش ان حد يديني هدايا، انا العب على نفسي، انا اكسب، انا انزل من بدايه المباراه اخد الثلاثه بونت سواء الاهلي او الزمالك. فاروق انا بس قبل ما اروح واخد فقره صور كابتن، كان عندي خبر خاص بموسيماني ولاعب جديد النادي الاهلي حصل على توقيعه، هو لاعب جناح سيمبا ميكيسوني، ده جناح ولاعب مميز احنا شفناه من خلال الماتش. فكره اللاعبين الاجانب المتواجدين في النادي الاهلي الحالي، عشان اجيب لاعب لازم استغنى عن لاعب، انت عندك اجايه وبواليا ممكن ما يكونش موجود، وبواليا وديانج ممكن يمشي للاحتراف، انت مش محتاجه الفتره الجايه، انت عندك حمدي فتحي، عندك اكرم توفيق، عندك السوليه، فانت مش محتاج اجايه وديانج، فانت ممكن واحد او بواليا ممكن يعمل، بواليا اكيد هيمشي لانه ما اثبتش وجوده مع النادي الاهلي. الثلاثه دول كان علي معلول موجود، عندك ممكن النهارده حتى الان دلوقتي النادي الاهلي ما اتكلمش معاه في تجديد عقد. بس ما انت عارف النادي الاهلي يا فاروق ما حدش يعرف حاجه عن النادي الاهلي الا في نهايه الموسم، انما متوقع من خلال لكن الكلام، من خلال اللعب ومن خلال الفتره اللي فاتت ومن خلال الفرصه اللي موجوده دلوقتي، لا بواليا مش هيبقى موجود بشكل كبير، لكن ممكن ديانج يخرج للاحتراف يبقى موجود، ان هو ممكن يجي له عرض احتراف فالنادي الاهلي يستفاد. احمد ياسر الريان يرجع كابتن ولا جاي له برضه عرض احتراف؟ لا ياسر ده اللاعب لا اعتقد جناح سيمبا كابتن، لا هداف الدوري احمد ياسر ولاعيب كويس ده موزمبيقي على فكره. لا لا احمد ياسر لعيب كويس يا فاروق، لازم يرجع. هو ده مش احمد ياسر بس انا لا ما انا عارف، لا احمد ياسر انا بتكلم عليه اللي في توكيو، احمد ياسر في توكيو احمد ياسر سمر ابو سمر قوي كمان. لا كابتن ياسر لعيب كويس، وده احمد ياسر معاك كابتن، هداف دوري وعلى فكره. طب لو كان رغبه اللاعب هو الاحتراف؟ لا خلاص يمشي، لو رغبته انه يمشي يمشي، لان لعيب كويس ولعيب هيأدي بشكل كويس مع النادي الاهلي، ولعيب النادي الاهلي محتاجه في الحته دي مع محمد شريف وصلاح محسن الفتره الجايه، خصوصا ان مرام محسن هيمشي او مش هيطلع اعاره، لكن احمد ياسر عودته مهمه جدا للنادي الاهلي. طيب خلينا نروح لفقره الصور كابتن، اتفضل يا روح. ابتديها بكابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاولمبي، يعني رسالتك ليه
قبل مباراه الغد ان شاء الله؟ يعني اتمنى انه يلعب على المكسب بكره. معاك لعيبه كويسه ولعيبه عالية جدا، أتمنى إن شاء الله إن مباراة الأرجنتين تكسب بكرة إن شاء الله بالتوفيق. طيب الصورة بعدها موسيماني، وهقول لك كابتن هل تتوقع، أنا توقعت إن السنة دي موسيماني هو أفضل مدير فني في أفريقيا والاتحاد الأفريقي ممكن يدير. ما هو بالألقاب. لا بأنه واخد بطولة العشرة ودي الموسم يمكن هو عملها مرتين في سنتين، سنتين ورا بعض أكيد. التالت بطولة ليه ما في بطولة افريقيا كده. طبعا يعني انت واخد بطولتين افريقيا في 6 شهور او 8 شهور فاعتقد انه، وعلى فكرة يمكن هو كمان في الماتشات الكبيرة فاروق او المباريات الصعبة بيعرف يتعامل معها. طيب الصورة اللي بعدها شناوي كابتن، يعني خلاص شناوي بقى يعني حارس عالمي الفترة اللي فاتت وبدي ثقة للعيبة، ومن اللعيب من الاجوان القوية جدا. يمكن الخطأ اللي حصل في ماتش بيراميدز اثر عليه شوية لكن رجع بسرعة. صحيح. كمان هو يعني الحارس المرمى الثاني على المستوى المصري ان هو يبقى يشترك في كاس العالم وبيشترك في الاولمبياد، طبعا كل الانجازات يعني حاجه ليه هايله يعني. لا وهو بيتمرن كويس وعنده انكار ذات بشكل كبير يعني. طيب الصوره اللي بعدها كابتن خالد جلال، هل يعني هينجح في البقاء في الدوري كابتن؟ لا هو عامل شغل كويس جدا وعلى فكره مدرب جريء وعجبني لعبه او طريقه لعبه قدام النادي الاهلي وما خافش ونزل فيرود واثنين وثلاثه على اساس ان هو بيهاجم وعنده الجرأه. لا مدرب كويس او فرو. طيب الصوره اللي بعد كده حسين الشحات يا كابتن، يا يعني هو مصاب الوقت يمكن استعاد 70% من مستواه بس حظ وحش. طبعا حظ وحش يعني فكره الاستمراريه دي بتفرق طبعًا. جدا لما توصل للتوب فورم بالنسبه لك او لجزء من مستواك الفني. لا هو ابتدى من ماتش سموح على فكره يعني عامل شغل كويس جدا وابتدى يستعيد مستواه ويرجع بسرعه ان شاء الله من الاصابه. طيب احمد حجازي الصوره اللي بعدها كابتن، يعني مثلا سردباك عصري يا فاروق ما شاء الله عليه راجل وبقوه وتوقعاته كويسه جدا، وعلى فكره يمكن عجبني كلامه مع بعض اللاعبين الموجودين كمان عمل لفته كويسه جدا لما جاب رمضان صبحي وحط ايده في ايده ودخل على اللعيبه على اساس ان هو كابتن فرقه، دي حاجه محترمه ولعيب محترم جدا يعني. طيب برضو واحد من النجوم خط الدفاع لكن في مكان اخر او نادي اخر هو الونش، يعني خلي بالك انا قلت لك قبل كده ان الونش لازم يبقى حبه انت كابتن. طبعا سردباك راجل بصرف النظر بيلعب فين لكن هو سردباك راجل ومؤدب وما بيتكلمش يا فاروق. لا وعسل. لا سردباك راجل عارف شرقاوي جميل. لا ما لا انا قعدت معانا وكمونا في الشرقيه من الشخصيات المحترمه جدا جميل. وعلى فكره يمكن ده يعني انا بتمنى ان الونش يطلع للاحتراف الفتره اللي جايه. كل التوفيق ليه. طيب معانا جنرال اجاي كابتن، ده كهربا كهربا سوري معلش يعني خلي بالك انا بقول لكهربا يفوق. انت بص خلي بالك انت هو بيلعب دلوقتي كابتن، هل في اخر السنه ممكن تتوقع كهربا مش موجود ولا يبقى موجود؟ لا مش هيبقى موجود في النادي الاهلي. خلي بالك هو كمان مش حاسس بالنعمه اللي هو فيها ان انت تبقى موجود بتلعب في النادي الاهلي وتبقى موجود وتتكلم بناء على انك لا انا محب للنادي الاهلي ولا فنيا؟ لا فنيا انا محب للنادي الاهلي شيء وفنيا شيء تاني. لا انت لعيب كبير ولعيب لازم كنت تبقى في مكانه في منتخب مصر، انت من اللعيبه الكبار بتتعدى على الاصابع، لكن بالتالي انت النهارده كهربا لا يعني فنيا ما حتى الان كهربا ما اقنعش. لا تحس انه تايه يعني بينزل الماتشات سايق حتى وهو بيغير فاروق، يعني اللعيب اللي بيبقى بيغير بتحس انه بقوه وفي عنده حماس انه نازل، انا تحس ان الكهرباء تايه في الملعب. طيب الصوره اللي بعد كده جينير اجاي، يعني من اللعيبه اللي بصراحه المحترفين الرجاله ولعيب كويس جدا، لكن ما اعتقدش لو النادي الاهلي اتعاقد مع لعيب افريقي او لعيب اجنبي اكيد اقيم مش هيبقى موجود الفتره الجايه. طيب اخر صوره معايا كابتن علي لطفي، يعني بتمنى له التوفيق على فكره، حارس مرمى وحارس كبير جدا لكن لازم يتكلم كتير جدا مع الدفاع. كان زمان يا فاروق كان في اجوان بتنزل تقول لك انا ال 18 ده بتاعي، لازم صوته يبقى عالي ويتكلم. كان عمل ماتشات كبيره جدا وهو على فكره بيتحمل مسؤوليه كبيره جدا الوقت مكان الشناوي لان في مقارنه وهي تحصل مقارنه الفتره اللي فاتت، لكن هو قدها ان شاء الله. هل الاهلي محتاج حارس مرمى كابتن؟ طبعا اكيد. يعني حارس مرمى ثالث مع الشناوي وعلي لطفي مصطفى شوبير، وطبعا لا مصطفى شوبير لسه عشان هتديله لسه في ظل المنافسه يعني اللي موجود. لو لا قدر الله في كام ماتش اللي جايين دول اللي حصل حاجه اللي مصطفى شوبير يقدر يتعامل طبعا لعيب عنده يعني ما هو ده القدر ان انت هتلعب يعني مصطفى الشناوي مصطفى شوبير من الحراس الجيدين ولعيب كويس لكن هيتظلم الفتره الجايه لان انت النادي الاهلي بينافس في الفتره اللي جايه وجماهير النادي الاهلي مش هتستحمل حد يخطئ تاني. تمام
كابتن وداب انا بشكرك حبيبي روح ودايما بتنورني وتشرفني كابتن. نتمنى طبعا ان منتخبنا الاولمبي يفوز الصبح يا رب كده يكون ماتش جيد سواء نتيجه او فنيا. نتمناهم طبعا يعملوا اقصى حاجه. منتخب الارجنتين الامور بالنسبه له برضه اتصعبت من خلال مباراه استراليا وهزيمته امام استراليا 2-0. بالتالي يعني ان شاء الله منتخبنا برضه محتاج الفوز. هنشوف ماتش حلو لكن النتيجه ده اللي يهمنا. منتخبنا الوطني يكسب. كابتن قدام بشكرك حبيبي يا رب. بشكرك نورت وشرفت. بشكركم كل سنه وانتم طيبين وان شاء الله كده نشوفكم على خير بكره ان شاء الله من خلال البريموت. تصبحوا على خير.